كل سنة وانتم طيبين وبخير. أيام قليلة قوي بتفصلنا عن رمضان، واللي السباق الدرامي فيه بدأ على السوشيال ميديا حتى قبل ما الشهر يبدأ، وقبل ما كمان يتم عرض المسلسلات. ويمكن السبب في ده هو الباقة المميزة من الأعمال الدرامية اللي بتقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الشهر الكريم، واللي هنلاقي فيها تنوع كبير ما بين المسلسلات الوطنية والكوميدية والاجتماعية والتاريخية كمان، وده اللي خلى الناس تبدأ تتكلم عن المسلسلات بمجرد عرض التريلر بتاعها. طيب ما تيجوا نتعرف سوا على أهم المسلسلات دي. من أكتر المسلسلات اللي الناس اتكلمت عنها على السوشيال ميديا بمجرد عرض البرومو بتاعها كان مسلسل الكتيبة 101، وهو المسلسل اللي بيتكلم عن بطولات الكتيبة دي في مواجهة الإرهاب في سيناء. المسلسل من بطولة آسر ياسين وعمر يوسف ومجموعة كبيرة جدا من النجوم. العملية خطر النور، نسبتها 50-50، تحتاج تصمد لأطول فترة ممكنة عشان مش هيبقى معك سلاح. انت مكانتك هتصير كبيرة، انت سويت اللي ما في حدا منا قدر يسويه. تعال يا رجالة، تعال يا فندم، ربنا يوفقكم وينصركم. على مين يعاديكم يا رب؟ اشرح، هرجع من غير ولا خدش. ما في حد بيكسب الحرب بقوته. الحرب بتكسبها بالخدعة.